أسعد الله صباحكم بكل خير أعزائي طلبة المستوى الثاني، درس جديد من دروس اللغة العربية وحدة الممرضة. عنوان درسنا لهذا اليوم تدريبات الجزء الثالث. أعزائي الأطفال، يتوقع منك أن تحلل الكلمات إلى مقاطع تحليلا سليما، وأن تركب من المقاطع كلمات ثم تكتبها، ومن ثم تعيد ترتيب الكلمات لتكون منها جملتين مفيدتين، ثم تكون على نمط المثال. أعزائي الأطفال، هيا بنا إلى التدريبات. أحلل الكلمات إلى مقاطع. لدي تواسي الأمل معاملة. سأحلل كلمة تواسي أعزائي الأطفال. انظروا، تو و سي، وأنتم بدوركم أعزائي الأطفال أكملوا الكلمتين التاليتين. ننتقل إلى التدريب الذي يليه. أركب من المقاطع كلمات وأكتبها. لدي هنا عطاءٌ، عشاءٌ، عناءٌ. سأركب أعزائي الأطفال الكلمة الأولى عطاءٌ، تصبح عطاءٌ، تصبح عطاءٌ، وأنتم بدوركم أعزائي الأطفال أكملوا بقية الكلمات. ننتقل إلى التدريب الذي يليه. أعيد ترتيب الكلمات لأكون منها جملتين مفيدتين. لدي الطبيب عملية أجرى للمريض جراحية. أعزائي الأطفال، سأكون جملة مبتدئا بأجرى، وهي جملة فعلية لأننا ابتدأنا بفعل. أما الجملة الثانية الطبيب، وأبتدئ بكلمة الطبيب، وهي جملة اسمية لأنني ابتدأت باسم الطبيب اسم. أنتقل إلى المثال أو التدريب الأخير أعزائي الأطفال. أملأ الفراغ على نمط المثال ثم ألفظ شريف شرفاء. نلاحظ أن شريف بالمفرد وشرفاء بالجمع. لدي هنا كلمات سأكون منها على نمط هذا المثال، وزير رحيم كريم سعيد. سأكون الكلمة الأولى أعزائي الأطفال وزير، ماذا تصبح؟ أحسنتم، وزراء، وزراء. وأنتم بدوركم أعزائي الأطفال أكملوا بقية الكلمات.